روان، هناك معلومات عن قصف جديد، هل لديك معلومات أكثر حول هذا القصف؟ يعني عطفا على إلى ما أشار إليه زملائي المراسلين، القصف لم يتوقف منذ صبيحة هذا اليوم، ومصداق ذلك أن عدد الشهداء تضاعف منذ أمس في 24 ساعة أمس، وفي ساعات الصباح الأولى تضاعف العدد إلى 18 شهيدا، وهذا يزيد من حدة الخوف والقلق في صفوف المواطنين المتواجدين هنا في غزة. الحالة كما أشار زملائي حالة من الصمت والترقب يشهدها المواطنين. الجديد في الدعوة للمواطنين بالمشاركة بيوم وطني دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الجمعة دعما ومساندة للمقاومة الفلسطينية، وفي محاولة لإشراك المواطنين في والاشتباك في هذه المعركة التي يشار إليها ضمن التحليلات كافة بأن الجهاد الإسلامي وحده حتى اللحظة هي التي تشارك. هنا دعوات من الجبهة الشعبية والعديد من الفصائل لأن ينزل المواطنين إلى الميدان للمشاركة ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية، وكي تتحول كما أشارت الجبهة الشعبية إلى انتفاضة شاملة قد تصعب وتعقد الأمور في وجه الاحتلال الإسرائيلي. التخوفات لدى المواطنين عزيزي هي كما أشارت زميلة نيفين مشاركة باقي الفصائل في الغرفة الأمنية المشتركة، وأن تتحول هذه المعركة إلى معركة فصائلية شاملة على مستوى كافة الفصائل. هنا إن تحولت المعركة إلى يعني معركة لكافة الفصائل سننتقل القصف الميداني إلى قد يكون كما حدث في حرب 2014 إلى الأبراج السكنية إلى العمارات، وهذا هو الهاجس دعنا نقول الذي يسكن في لاوعي ووعي كافة المواطنين في غزة الذين ذاقوا الأمرين من تهديدات إسرائيل بقصف الأبراج السكنية والعمارات الآهلة بالسكان، وغزة كما نعلم هي البقعة الأعلى اكتظاظا بالسكان بالنسبة لمساحتها، فأي إعلاء وتصاعد لوتيرة القصف سيؤدي إلى مزيد من أعداد الشهداء، وهذا ما لا تحتمله لا الظروف الاقتصادية ولا المعطيات الصحية في القطاع. على صعيد المعابر في هذا اليوم الوضع على ما هو عليه منذ البارحة، معابر البضائع مغلقة، معبر كرم أبو سالم مغلق تماما، المحال التجارية هنا مغلقة بالكامل، أما عن معبر الأشخاص معبر إيرز مفتوح بشكل جزئي فقط للحالات الإنسانية الصعبة، وإذا تحدثنا عن معبر رفح فالحركة فيه كالمعتاد، ولكن الظروف الميدانية لا تسمح للمواطنين بالحركة. هذه هي صورة الوضع حتى اللحظة، الخوف والترقب والتساؤل إلى أين ستؤول الأمور بغزة، هل الأمور ذاهبة إلى يعني اليوم المواطنون هنا يعتمدون على سماع الراديوهات على الإذاعات الأغاني الوطنية، هنا قصف وهناك قصف، عدد الضحايا، فالحالة مرتبكة، الحالة العامة مرتبكة. الخوف الذي يقطن في أذهان المواطنين هو أن تتحول وتيرة القصف إلى قصف للعمارات والمباني، وهذا أمر لا يحمد عقباه ولا نتمناه للمواطنين هنا في قطاع غزة.